وبتعتبر منتجات مليونيرية رائدة في مجال صناعة الشعر، فقد اشتهرت من استخدام لهذه الشركة وما زالت إلى يومنا هذا، ولكن آلاف المناطق الأخرى في أسيا. التقى الزميل آدم يعقوب حامد بثريا وهي مؤسسة صناعة الواقعة في ولاية جنوب دارفور. شركة مجموعة من المنتجات الشعر منتجات مليونيرية منتجة مخصصة لدارفور. كلمينا عن هذه المنتجات، مشهورة بالبراطيل والمندولات علب الحلاوة والخيالات والمصنوعات أشكالها. الآن نتكلم معي مندولة مكتوبة فيها دارفور في دارفور للسلام، مندولة ثانية مكتوبة مرحب بالضيوف الكرام، عندي طبق مكتوبة فيها من منطقة مناوشيه الحقيقية لأمير دولة الحج. فنحن منطقة مناوشيه يعني مشهورة جدا في السودان كلها وفي كل الأماكن، والمنتجات هي مشهورة سمعة الشهرون، هي مشهورة بالمعاري الحكومة الدولية، المنتجات زهرة الفراجيل بأشكالها مختلفة العبيض طبق ومندولة وهي وهي برضه من كلها صناعات من التحت وكلها صناعات.